لاكسالت والكرة الأرضية ليو جول. ليو ببراعة يسجل الهدف الأول للميلان، هدفان مقابل هدف واحد في النتيجة الآن. في نهاية المطاف تمكن الميلان بعد جهد جهيد وسجل لياو هدف الرابع مع الميلان في الدقيقة 79 من عمر المباراة، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. عندهم الوقت عناصر الميلان للتعديل وعندهم حتى لتحقيق هدف الفوز. أنا الفرانكيسي وانطلاق على الجهة اليمنى من ساليما كيرس، هيلة من ساليما كيرس وجول بنيران صديقة، يأتي هدف التعديل. ما لم يقدر عليه الميلان فعله مدافع سبال وعدل النتيجة، صارت هدفا لمثلهما بين سبال والميلان. قلت لكم بأن الميلان سيعدل، سبحان الله، هدفا لمثلهما صارت النتيجة الآن بين سبال والميلان. هاي يا 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 كرة بالراس، وي ما زالت الخطورة دابوي يا جول، هدف أول لنادي سبال. كرة بليارد خدوها داخل منطقة العمليات والهدف الأول لصالح عناصر نادي سبال، حتى أنني لا أدري من سجل هذا الهدف بسبب كثرة الأرجل والرؤوس والأجساد في منطقة صغيرة. هل هو فالوتشي الذي سجل ثالث أهداف هذا الموسم مع فريق سبال؟ أتوقع بأن يكون فالوتشي. شوف اللعبة هنا الرأسية، لمسة يد، لا رجعت الكرة، دابو وصلها ومن هنالك فالوتشي، نعم هو الذي افتتح مجال التسجيل لصالح عناصر سبال وسجل هدفه الثالث هذا الموسم مع فريق سبال. هدف مباغت في اول كره بعد ركنيتين ابتداء، طبعا ابتداء من الان. سكولاري ماذا فعلت؟ هدف ولا أروع فلوكاري، هدف ولا أروع من فلوكاري، باغتني وباغت دوناروما وسجل الهدف الثاني. يا سلام، هو أول أهداف هذا الموسم، 39 سنة سجل على 21 سنة اللاعب فلوكاري بكيفية رائعة جدا ومفاجئة للحارس ولنا وأكيد لكم. هنا التدخل من دابو، هدف ولا أروع، شاهد الحارس متقدما سددها على طول. لاكسالت والكرة الأرضية ليو جول. ليو ببراعة يسجل الهدف الأول للميلان، هدفان مقابل هدف واحد في النتيجة الآن. في نهاية المطاف تمكن الميلان بعد جهد جهيد وسجل لياو هدف الرابع مع الميلان في الدقيقة 79 من عمر المباراة، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. عندهم الوقت عناصر الميلان للتعديل وعندهم حتى لتحقيق هدف الفوز. أنا الفرانكيسي وانطلاق على الجهة اليمنى من ساليما كيرس، هيلة من ساليما كيرس وجول بنيران صديقة، يأتي هدف التعديل. ما لم يقدر عليه الميلان فعله مدافع سبال وعدل النتيجة، صارت هدفا لمثلهما بين سبال والميلان. قلت لكم بأن الميلان سيعدل، سبحان الله، هدفا لمثلهما صارت النتيجة الآن بين سبال والميلان. هاي يا يا